Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Inch'Allah tkounou bkhir. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer l'exercice, une série d'exercices concernant la dérivabilité et les fonctions réciproques. On va commencer par un simple exercice concernant la détermination des dérivées des fonctions. Alors, on a 5 fonctions, on va calculer leurs dérivées. Bon, on la première. On a le sinus, la racine de ce terme-là. Bien sûr, il y a مشتق ما داخل الكسر في مشتق الكسر مشتق ما داخل الجدر في مشتق الجدر معناها هذه راهي اون فونكسيون كومبوزي دونك ها كتبنا لهنا لا ديريفي تاع 1 زائد اكس كاري سينوس كاري اكس سور 2 لا راسين دو 1 بلس اكس كاري سينوس كاري ونعاودو نشقو هذه اللي من فوق ما نساوش لهنا باللي راهي سو لا فورم دو دون ملتيبليكاسيون دو دو فونكسيون ولا ديريفي تاع 1 ايغال 0 دونك نديرو المشتق الاول في الثاني زائد المشتق الثاني في الاول المشتق الاول هو 2 اكس في الثاني سينوس كاري زائد المشتق الثاني اللي هو سينوس كاري الور لهنا راهي من شكل اف اس ان معناها الاس راح يهبط هاو لهنا الاس هبط 2 في مشتق سينوس اللي هو الكوسينوس في اف اس ان ناقص 1 اللي هي سينوس 2 موانز 1 بيسونس 2 موانز 1 اللي هي سينوس اكس نقدروا نديروا لها نزيدوا نبسطوها شويه بون واش عندنا لهنا بون هذه سي لا ميم كو هذه اختزلنا هنا لهنا درنا اختزال تاع لو دو لو شيفر دو نحينا لو دو لو دو لو دو اختزلناه ومن بعد جبنا سينوس اكس عام اكس سينوس اكس كعامل مشترك بقات لي لا فورم فينال هذه دونك هذه بور لا بريمير نروحوا لا دوزيام دونك هي الان 1 زائد سينوس اكس على 1 ناقص سينوس اكس معناها مشتق ما داخل الالان ها هو هاني درنا له بريم هنا على ما داخل الالان اللي هو 1 زائد سينوس اكس على 1 ناقص سينوس اكس دونك وهذه راهي مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع راهي لهنا وحدها دونك مشتق البسط اللي هو كوسينوس في المقام ناقص في ناقص مشتق المقام لهنا مشتق المقام ماشي هو مشتق ناقص سينوس هو ناقص كوسينوس مع ناقص ولي لي زايد في البسط على المقام مربع كي نبسطو واش راح نلقاو نديرو لهنا كوسينوس ناقص كوسينوس سينوس اكس ولا هنا كوسينوس زايد كوسينوس سينوس اكس الور كوسينوس اكس مع كوسينوس سينوس تروح مع ناقص كوسينوس سينوس كي ننشرو تبقى لي 2 كوسينوس اكس على 1 ناقص سينوس كاري اكس وهذه واش تمثل لي من دساتير التحويل باردون لهنا رانا نصعب في البسط دونك عاودنا لهنا راح نعاودو في المقام كي نعاودو لهنا العباره اللي لقيناها الاخرى ليكسبريسيون فينال تاع البسط ها نعاودوها لهنا في المقام نقدروا نختزلو سينوس اكس 1 ناقص سينوس اكس اللي لهنا مع الكاري هذا واش يبقى لي يبقى لي 2 كوسينوس على 1 ناقص سينوس اكس في 1 زائد سينوس اكس باسكو لهنا رانا نديرو او كسر على كسر معناها تولي لي كسر في المقلوب الكسر الثاني وكي نزيدو نديرو النشر ننشرو هاد لي لا ميتيبليكاسيون هادي راح تجينا 1 ناقص سينوس كاري اكس 1 ناقص سينوس كاري اكس هي كوسينوس كاري اكس من دساتير التحويل على بالنا باللي كوسينوس كاري زائد سينوس كاري يساوي 1 دونك لهنا لو كوسينوس يروح مع الكوسينوس كاري مع الكاري هذا تبقى لي 2 على كوسينوس اكس معناها لازم لهنا نلقاو ليكسبريسيون فينال هذه صح هادي بور لا دوزيام نروحو لا تروازيام مدولنا لا راسين كوبيك توجور نتولهو لهنا اسكو لا راسين مدوها لنا نشوفو لوردر دو لا راسين اسكو لا راسين كاري ولا لا راسين كوبيك ولا لا راسين دوردر 4 دوردر 5 لا راسين انيام سا ديبون باه لا راسين كوبيك دو اكسبونونسييل اكس بلس 2 لهنا بيسك راهي راسين كوبيك نقدر نكتبوها على شكل بويسونس بويسونس 1 سور 3 اي دونك تولي لي من لا فورم هادي كامل راهي لا فورم دو اف بويسونس ان وحنا نعرفو بلي لا ديريفي دو اف بويسونس ان هي ان فوا اف بريم فوا اف بويسونس ان موانز 1 معناها لو ان تاعي هو لو ان سور 3 ها وهبط فوا اف بريم اللي هي لا ديريفي تاع هادي اللي هي اللي تحت الاس كي نشتقوها واش هي هي مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول مشتق الاول هو اكسبونونسييل في الدوزيام زائد مشتق الثاني اللي هو الواحد في اكسبونونسييل
في بيان سور لهنا تروازيام في اف اس ان ناقص واحد اللي هي هذه كامل اس واحد على ثلاثة ناقص واحد هاي دونك نزيد نبسطوها لهنا راح نجبدو الاكسبونونسيال عامل مشترك من هاد العبارات جيني واحد تبقى لي زوج زايد واحد هاي ثلاثة ولهنا واحد على ثلاثة ناقص واحد هي ناقص زوج على ثلاثة ونقدروا نعاودو نكتبوها من لافورم هادي سيتادير لهنا لو ان سور تروا لو تروا هذا ها او هنا هذا هو لو تروا ولا هنا هذا هو البسط اكسبونونسيال اكس بلس تروا والمقام هو هذا بيسك لهنا راهي سالبه معناها كي نهبطوها المقام يولي موجب الاس لهنا يولي موجب وعلى بالنا باللي واحد على ثلاثة هي لاراسين كوبيك نقدر نكتبوها دونك لاراسين كوبيك تاع شكون اكسبونونسيال اكس في اكس زائد زوج وكل او كاري لو كاري هذا منين جا هو لو دو هذا ما نساوش بلي هذه كما يتهبط تولي موجبة هذه بور لا تروازيام نروحو لا كاتريام هي 1 سور اكس بيسونس 2 سور 3 موان 1 سور اكس بيسونس 3 سور 2 لهنا نقدرو هادو لي في المقام نطلعوهم ديريكتومون للبسط يولي لي بالموا بيان سور تولي لي اكس اس ناقص 2 على 3 ناقص اكس اس ناقص 3 على 2 ولا ديريفي هادي راهي من شكل هادي بعد راهي من شكل اف اس ان اف اس ان مشتقة تاعها هي ان في اف ناقص واحد ان في اف بريم في ان في اف اس ان ناقص واحد نابليكيو عليها لا لوا هادي معناها الاس لهنا راح يهبط يجيني موان دو موان دو سور 3 فوا اكس بيسك لهنا لا ديريفي تاع الاكس هي واحد دونك سي با لا بين نكتبوها في اكس اس ناقص زوج على ثلاثة موان زان نقصو الأمان ساوش توجور لو أن نقصوه كي نشتاقو في الأس دو لا ميم فاسون ديرو هادي دونك هاو الأس يهبط بيسك الأس سالب ولا هنا سالب تولي لي موجبة دونك نتولو سورتو الإشارات إكس أس ناقص ثلاثة على زوج ناقص واحد دونك نقصو تولي لي هادي ناقص خمسة على ثلاثة وهادي ناقص خمسة على زوج ونعاودو نكتبوها من لافورم إنيسيال لي مدوها لنا معناها الاكس نردوه للمقام سيتازير كي يهبط لتحت رايح يولي موجب يولي خمسة على زوج مي لهنا نتولهو برك راني بديت بهاد لو تيرم راني بديت بهادي هي هادي ناقص هادي تسمى باه ما نقولوش رانا تسمى عاودنا برك الترتيب درنا هادي موا هادي سي بور سا نتولي 3 سور 2 اكس بيسون 5 سور 2 موا هاد لو تيرم اللي هو 2 سور 3 اكس بيسون 5 سور 3 هادي بور لا كاتريام ونروح لا ديرنيير دونك اف دو اكس ايكال ا تانجونت 1 بلس سينوس اكس كاري دونك لهنا لو اكس كاري راهو داخل سينوس نتولهو ماهوش تاع السينوس راهو تاع الاكس كاري برك دونك لا ديريفي تاعها واش هي بون لهنا لهنا سي بريم تانجونت نديرو هكا تما هادي كان راح نشتقوها دونك هي مشتق من داخل الطونجونت اللي هو هذا هاو لهنا درنا له البريم على كوسينوس مربع اللي داخل الطونجونت شفنا نورمالمون من قبل باللي مشتق الطونجونت هو واحد على كوسينوس اكس كاري كي يعود لو طونجونت اكس مشتق طونجونت اكس هو واحد على كوسينوس اكس كوسينوس كاري اكس دونك كي نبدلو لو اكس تاعنا بالعبارة هادي تولي لي واحد على كوسينوس كاري العبارة هادي وما نساوش باللي رانا نشقو السع اللي داخل الطونجونت باه نضربو في مشتق الطونجونت دونك لهنا واحد زايد سينوس كاري كي نشقوها الواحد هاو يروح بزيرو مشتق سينوس اكس كاري هي مشتق ما داخل السينوس اللي هو دوز اكس في مشتق السينوس اللي هو كوسينوس تاع اكس كاري بيان سور على العبارة على العبارة هذه كوسينوس كاري تاع لي واحد زائد سينوس اكس كاري دونك هذه هي لا فورم فينال هذا هو لو بروميير اكزرسيس كيما قلنا كان سامبل كلي راهي انتروديكسيون برك لي ديريفي ومن بعد اشاك فوا نزيدو نشوفو حوايج اخرين دونك سي فوزافي دي كيسيون نيزيتي با اي بون كوراج سلام